شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع عقد تخصيص الأرض لإنشاء مصنع لتصميم وتصنيع وإنشاء صوامع تخزين الغلال ومكوناتها وملحقاتها، وذلك بمنطقة شرق بورسعيد على إجمالي مساحة 51,950 مترا مربعا باستثمارات 1,600,000,000 جنيه. ونوه رئيس الوزراء عقب التوقيع إلى أن العقد يأتي تجسيدا للخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها توطين صناعة صوامع الغلال وتعميق تصنيع مكوناتها وإحلال الواردات منها مع التوجه للتصدير، وكذلك الاستفادة من خبرات الشركات العالمية.